استقبل ديوان الجرالة الخرافي المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في ديوان العائلة بمنطقة الشامية. وتوافد على الديوان جمع كبير من الشيوخ والدبلوماسيين وكبار الشخصيات والمواطنين لتقديم التهاني. وكان في استقبالهم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق المهندس عادل الجرالة الخرافي، ودكتور عبد المحسن الجرالة الخرافي، والمهندس نبيل الخرافي. وتبادل الحضور التهاني بالشهر الفضيل، كما تبادلوا الأحاديث الودية حول عدد من القضايا العامة.